بالصدفة. انتي يا الباردة، انتي يا حظي، مسحي الغبار ولا امسح وجهك فيه؟ كلهم اوتيزان كلهم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا فيصل. فيصل الله يخليك، غير ملابسك بسرعة لأن الحين بيوني ضيوف. إن شاء الله من عيوني دقايق وراتي. تسلم عيونك، شوي شوي لا تكسرينها مثل اللي قبلها. دوش فيك تقول الله. يننوني يننوني، لا إله إلا الله ألف مرة. بس فيصل أقول لهم الملاحظة مو مرة، ألف مرة، بعد ما يفهمون شو أسوي في عمري. زين مهما كان هذيل بشر، بشر مثلي ومثلك. ابسولوتلي هما بشر، انا اعرف هالشيء. الله يخليك وفر نصايحك حقك، اوكي؟ امور البيت لا تتدخل فيها. يا بنت الحلال، هاي مو بامور البيت، هاي حاله انسانيه، هاي لها علاقه بالانسانيه. انسانيه؟ ارجوك يا سفير النوايا الحسنه لا تخليني اطلع زيراني عليك الحين. صدقت؟ صدقني الحين؟ شلل شلل نصف يا ماريو، انا اوريك فيهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عندي شال عليك في قلبي وايد، كثر وزن الطيارة اللي يعني. يكون تعبت في الرحلة بس. الحمد لله. بس يا أخي المفروض عليك تتأسف مني، على الأقل قول آسف، أنا ربيعك. الحين نروح نتغدى وما يصير خاطرك إلا طيب. ما بتغدى وياك اللي ما تعتذر. يبا خلاص حقك علي، أنا أعتذر، بس نروح نتغدى لأن أبيك بموضوع ضروري وأكيد أنت ميت من اليوم. خلاص طاح الحطب. سلطان وين ساير؟ ساير الشغل. بغيت شيء؟ شغل؟ أي شغل؟ شغل جديد في المعهد. تتوظفت يا سلطان؟ توظفت من غير ما تخبرني؟ مو من حقي اني افرح. اسف نسيت اقدم شهاده حسن سيره وسلوك، والمفروض اخبرك اني توظفت علشان تطمنين على مستقبلك وياي. انا مصدومه يا سلطان، ما توقعت ان قلبك اسود لهالدرجه. مصدومه عيل؟ بعدك ما عرفتي ايش اللي بخاطري. الله يسامحك يا شهد، ما توقعت اللي سويتيه. خلاص يا سلطان، أنا كنت متضايقة وقتها. أنت زوجتي يا شهد، وأنت أدرى الناس بأني رجال عندي مبدأ، وبنفس الوقت أحب مهنتي، ومو بسهل أني أغيرها. ما بتسامحني الحين؟ لم سامح رب العالمين، عن إذنك. بالتوفيق إن شاء الله. لما شفتهم يا فواز حسيت اني قاعد انذبح، انذبح من داخلي. وكان يالس يمها ناصر وعلى نفس الكرسي اللي انا كنت قاعد وياه فيه. كنت اتوقع بكون شعور. واسمه ناصر؟ تعرفت عليه؟ اكيد ذبحته. لا يا ولد الحلال، الريال طلع ريال محترم وولد ناس وفنان تشكيلي، بعدين وين احنا قاعدين بغابه اروح اذبحه؟ يعني انت ما ادبته للحين؟ شو هالكلام اللي قاعد تقوله؟ أنا تميت بلندن بس عشان أتأكد. هاي بعد ما يبالها تأكد. اسمع مني أنا وأنا أخوك، البنات هالأيام يقولون ثلاث غرف وصالة. لا يا فواز، مهرة هب منهم. والحين أترككم مع الأستاذ سلطان، وأنا متأكد وكل ثقة أنكم راح تستفيدون من خبرته الكبيرة في هذا المجال. عن إذنكم. مشكور يا أستاذ. صبحكم الله بالخير. أنا اسمي سلطان، وقبل كذي كنت أدرس نفس المادة بس حق شباب في مدرسة ثانية. ويوم جيت المعهد وعرفت أني بدرس شباب كبار ما شاء الله عليكم ريايل، حسيت أني أمام تحدي مهم، ونحاس أن بإذن الله نقدر نتعاون سوا علشان نحقق الهدف اللي مجتمعين علشانه. حامد حبيبي، احنا خبينا عنك الموضوع لأنه كنا خايفين من ردة فعلك،
أنت ابني الوحيد اللي انحرمت منه سنين، وما عندي استعداد أنحرم منه مرة تانية بسبب غلطة غلطتها أختك. غلطة؟ أنا عارفة إنها غلطة كبيرة، بس أنا ما عندي استعداد تضيع حالك، لأنه أكيد أنت راح تفكر تنتقم. أي غلطة وأي انتقام؟ حتى لو افترضنا أنها هي غلطة ومشاورتكم، المفروض أنكم استوعبتوها من البداية. لو سويتوا هالشي كان ما صار اللي صار الحين. يعني أنت موافق على اللي سوته أختك؟ لا طبعاً مش موافق، بس في نفس الوقت مش موافق على اللي سويتيه أنت وأبويا. أنتم اللي جبرتوها على الهرب. لا تلومنا يا حمد، الموضوع كان صعب كتير علينا. اللي صار أصعب يمه، نحن انحرمنا من دانا، ولا العالم وينها الحين؟ في محتاجة حد من أهلها ولا لا؟ صدقي أنا مستغرب كل هالجمال وكل هالطبيعة وبعدك ما حبيتي البلاد. أنا بالعكس يا حبيبي، أنا أحس هالجمال دي كله ما له معنى بالحياة. اللي أحس أنا أنك أنت بعدك ما حبيتيها، ودائما تلمحين أنك تبغين ترجعين للبلاد. حبيبي أي إنسان في الدنيا يروح ويسافر ويشوف الدنيا ويتحرك، بس مهما يكون تظل البلاد داخله ويبي يرجع لها بأقرب وقت ممكن. صدقيني صدقيني ما في وحدة في العالم ما تتمنى أتي وتعيشتي هنا. الله يهديك. بس أنا معاك، صح كلامك 100%، بس بعد الواحد ما ينسى أصله وفصله وجذوره وأهله وناسه وديرته. إنزين شو تبين نتغدى؟ اللي تشوفه. عيال بوديك أحلى مطعم هنا، يجون الناس من كل مكان لأن أكله وايد حلو. شو رأيك؟ يلا نسير. يلا توكلنا. قم. بدك ما تواخذينها، هي اخر قطعه موجوده من هالموديل. بس انا حبيتها وحاس انها تناسبني. طيب تحبي تاخذي رايي؟ نوع من المساعده، انا حاسه هيك كبيرك وختياريه ومو لايقه لك الصراحه، وانت صبيه ما شاء الله عليكي. تحبي تشوفي شي سبور اكثر؟
حي الله منيان زارتنا البركة. الله يحييك الغالية. ما بغيتي تين كنا اللي عزت لك البحرين. يا الله اسكتي يا احلام اسكتي. اسمي جو البحرين جو الصراحة توسع الصدر وما بغيت ارد من هناك الا ما خبرتيني. يوم قلت لك بكلم محمد وبزقرها بخليها تيتي لسهني ليش منعتيني؟ ما رمسها ما اخذ بخاطري منها. يا الله باين من عيونك ان عندك علوم يا احلام. انا ابو ما غبت الا يومين. الا عندي علوم عندي رمسة وانت جيتي في وقتك. أباك تكون وياي يا حمد وبعدين عشان تنشغل عن هالسالفة اللي لحقت انك هاليومين وبعدين ها رغبت ابوك. انا شرحت لك ظرفي وما اقدر اقول للوالد افهمني يا فواز. بس انا ما اقدر اشوفك لاحق وهم. مهرة مو بوهم مهرة حقيقة واحلى حقيقة بحياتي كانت. الحقيقة شفتها بعينك وانت مصدق قلبك ورافض تصدق اللي شافته عينك. معذور يا فواز انت ما تعرف مهرة كثريانة. خلني اساير معاك انها مظلومة. انزين يمكن هذا الرسام خويك يكون فنيته شيء نفس النتيجة اللي شفته صحيح. حتى ناصر يا فواز اللي عرفته عنه يأكد لي مو مثل ما انت فاهم. والله انا ما قمت افهم عليك. دام القصة شي يا اخي روح وكلمها واعرف الحقيقة منها. مو بعارف يا فواز مو عارف. لازم تعرف ابوك ساكت هالوقت كله لانه مقدر ظرفك بس ما اعتقد انه بيسكت اكثر من شي. تدرين ام مايا وايد لعبنا وضحكنا واستانسنا ورسمنا خلتني احس ان انا طفله شراتها. وانتي بنظري حبيبتي للحين صغيره ما تكبرين. انت عشت بطفولتك عيشه ما حد عاشها حبيبتي. تدرين أم مايا أنا وايد تولهت على أبوي الله يرحمه. مع إنك ما قصرتي وياي ولا بيوم حسستيني بغيابه بس مكانه خالي خالي. الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه. تعرفين مهرة أنت كل ما تكبرين أحس الأمل يكبر يكبر وأفرح فيك حبيبتي. كل يوم الثاني تكبرين قدامي أحس بسعادة وهنا. تدرين أم مايا سمع حسستني إنها وايد أكبر من عمرها طريقة تفكيرها وكلامها. بس زعلت عليها. الضحكة عندها وايد صعبة. البنية حزينة. الله يسعدها يا رب. الله يعزيك حبيبتي على قد نيتك إن شاء الله. بس سمعين عاد ما بيش تنسين فنك ولوحاتك. بالعكس أمي تدرين عاد سما خلتني أفكر أني أسوي لوحة جديدة بس عن الأطفال. هذه مهرة اللي أبيها. أبيها كلها نشاط وحيوية وإبداع. فديت قلبك يا ناصر. أنت مو عارف شو معنى هالكلام. البنت عندها دراسة يعني كان لازم تغيب ساعة ساعتين مو لآخر الليل. شوفيها يا سارة شوفيها يعني البنت كانت مبسوطة شوي من السنين ما شفتها بتضحك بهالطريقة.
وبكره لما تقصر بدراستها بتلومني انا، صح؟ معك حق يا ساره، بس ما فيها إشي اذا البنت قضت لها كم ساعه تريح فيه نفسيتها. مزبوط. شو انا معيشتها بسجن ولا بمعتقل؟ ساره شو هالكلام؟ خلص انهي الموضوع ووطي صوتك لانه الوقت متاخر، بلاش يسمعونا الجيران. الظاهر انه دوري خلص واجا دور غيري. دور غيرك؟ شو قصدك يعني؟ سما حكت لي عن البنت اللي اخذتها تلعبها يا ناصر. بتعرف شو تذكرت؟ تذكرت اول ما تعرفنا على بعض وكنت تجيب لي سما العبها. ساره انت عارفه معنات هالكلام. بطلت عارفه اشي، كل اللي عرفته اني انا تعبت. انت شو اللي عندك وما تبغي حد يعرف عنه؟ احساس جم محله. انا عندي موضوع وما اريد حد يعرف عنه الا بعد موافقتك. خير ان شاء الله. وعلى شو تبغيني اوافق؟ شراك في سنة. منو سنة؟ سنة هذه بنت مروان. هي سنة والنعم فيها والله. سناء تبغي الصدق لها معزة خاصة في قلبي. أنا دائما أسمعك تطرينها بالخير. والله سناء تستاهل. بس أنت شعرة تسألني عنها؟ مستوي شيء في الشركة؟ لا 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 أمي، ما مستوي شيء. أنا بعد بخبرك أني أحترمها مثل ما أنت تحترمينها. راشد يا أمي، شو اللي تبغي تقوله؟ أمي، أتحدين من أيام الجامعة. أنا أحس أن البنية هاي تناسبني، وسنة مرت بزواج فاشل. هي وعقب اخلص قول لي عندك. امي انا قررت اخطب سنة. شو تخطبها بعد ما وافقتك انت والوالد؟ اسمعني، الرمسة هذه مرة ثانية ما ابغي اسمعها منك. وانطريت الرمسة هذه بزوالك انا بسوي عمري ما سمعت، وانك انت ما رمست فيها مرة ثانية. انسى شو فيها. شو اللي شو فيها؟ نحن شغلناها عندنا، مو علشان تخطف عيالنا. أمي أمي محمد، أنا بعرف إنه هاي النقطة متعبتها، لكن توصل لدرجة إنها تغار منها لأنها اهتمت ببنتي هذا إيش مش منطقي. بس يا أخوي يا ناصر اسمح لي أقول لك إن الأنثى ما يحركها غير مشاعر. بعدين اسمح لي، ترى بالنهاية الزوجة لازم تغار على زوجها. أنا ما بتفق معك بالنقطة هاي. يعني البنت بالنسبة لي مجرد صديقة، ما بحملها أي مشاعر. زين، حاولت تشرح لها الموقف. يا حمد انا ما بدي اتغار مني، هاي من جهه ثانيه لو كانت تعرف مهرة كويس شافت الانسان اللي انا شفتها من جوا كان ما صار هالشيء. ما حاولت ان اتعرفهم على بعض؟ ما فكرت بهالشيء؟ فكرت لكن ما وجدت الفرصه المناسبه. وبعدين انت بدك اياني الزق لحالي تهمي، انا في غنى عنها. خلينا Thank you.
خالص البرنامج؟ شكرا كثير. صراحة يا مهرة مش عارف شو بدي احكي لك، يعني عن جد غلبتي حالك. لا ابدا، انا بس كنت في السوق واتمشى وتذكرت سما. حركتك هاي سجلت لك عندي موقف كبير. لا تكبر المواضيع ودير بالك على سما، ترى هي طفلة ذكية وموهوبة وما شاء الله عليها، تدش القلب على طول. تسلمي، اسمحي لي ان اسجل اعجابي بانسانيتك. شفت مبنى حلو وموقع وايد زين، بس المساحة ما عيبتني. قاعد أكلم بروحي؟ لا معك، بس كنت تقول لي إن المساحة كبيرة بس الموقع ما عجبك. خلاص إذا شايف كذي والموضوع عاجبك كمل في الموضوع وشوف كم سعرك. لا واضح إنك مركز ما شاء الله. زين ما قلت لي شو سويت في غيابي؟ ما استوي شيء، تمشيت شوية وبعدين رديت الشقة. أمر عليك حد؟ لا لا. يعني ولا همك زعلي؟ لا طبعا، كل شيء ولا زعلك. سارة أنت عم تشك فيي، أنت؟ اسمع ناصر، يمكن أنت ما في ببالك إشي اتجاهها، بس أكد إنه هي في ببالها إشي. أنت ما عم بتلاحظ شو عم بيصير؟ سارة يمكن لأنك ما بتعرفيها كويس بتحكي عنها الحكي. ولا بدي أعرفها. أنت خايفة تصدقيني سارة، أنت قاعدة بتتهميني. لا مو هذا السبب. ألو راشد، فيك شي؟ بخير، ما فيني شي. طيب ليش طولت لرديت علي؟ كنت تحت عند الأهل وتليفوني في الغرفة. واليوم كمان لما كنت طالع من الشركة حسيتك طالع بسرعة وحسيت كأنه مانك على بعضك. ضغط الشغل يا سنان، وغياب حمد خلى الشغل كله فوق راسي. بس ما بصير هيك حبيبي، لازم تريح حالك شوي. إن شاء الله يا قلبي. أنت شو أخبارك؟ منيح تذكرت تسألني. أنت عارفة أنك ما تغيبين عن بالي، لكن شو أسوي؟ حمد اللي مبراضي. سناء راشد حبيبي، حاكيك بعدين لأنه ماما عم تنادي لي. إيه يلا باي. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. انت وين مختفي؟ موجود يا الوالد، كنت باك بموضوع. قول شو عندك. لا ما عليه، بمر عليك باكر المكتب ان شاء الله بشاورك فيه. ايش حاجه يعني بتقول شيء سر يعني ما تبغى تقوله قدام امك؟ لا مو بكذا الموضوع. انا بقول لك الموضوع شو. ولدك هذا اللي كلنا نفتخر بعقله يبغى يتزوج سناء. سناء بنت مروان؟ اي نعم، ما غيرها. هذا الفاهم المثقف لا والقار يبغيني اوافق على وحدة من برا البلاد، وفوق كل هذا مطلقة. امي انتوا علمتونا انها الامور الشكلية ما ناخذ عليها، ولا نسيتي هالشيء؟ مواضيع نفس هذه ما يبغي لها فلسفة.
اذكري الله يا محمد، خلينا نشوف وجهة نظره. لا إله إلا الله، إن شاء الله يا مبارك اللي تامر عليه. أنا قلت لك اللي عندي هذا وعندك، اسمع وجهة نظره. استغفر الله العظيم. اطلع حجرتك وعين من الله خير، وخلني بطلع بشوف أمك ونشوف شو نسوي. اللي تامر فيه أبوي. فواز، الورقة هذه لي. انزين شو اللي صار؟ فيها خريطة الكنز مثلا؟ لا، فيها شيء خاص. شيء خاص؟ انزين وين صاير؟ بصير عندي مشوار بخلصه وارجع. خلاص، بروح ابدل وبروح وياك. لا لا خلك، انا ما اقدر اتاخر ولا دقيقة واحدة. بالاذن. حياك الله. بعدين يا محمد، لمتى بتتمين كذي؟ لا تلومني يا مبارك، اللي سمعته من راشد سرق النوم من عيني. اذكري الله. لا إله إلا الله. أنا بشوفه اليوم وبفتح وياه الموضوع. الخوف مو بشي، الخوف إنه يسوي مثل ما سوى حمد قبل. الله يخليك يا مبارك، حاول إنك تقنعه، حاول إنك تفهمه. إن شاء الله. بس بغيت أقول لك شيء، أم مروان لا تبي إلا سيرة. الحرمة هذه عاشت بيننا وما نبغي نجرح أحاسيسها. إن شاء الله اللي تامر عليه. بس أرجوك يا مبارك، طلعني من الكابوس هذه اللي عايشتني من أمس. توكلي على الله. والنعم بالله. مع السلامة. Thank you.
صارحيني في غيابي تذكريني، وفي بعادي تعذريني، لو بكيتك تسمعيني، صارحيني يا حياتي ونور عيني، في غيابي تذكريني، صارحيني. حتى لو انك نسيتي اكذبي قولي يخدعيني، بس قولي لي احبك، وانت دنياي وسنيني، وانت احلامي وحنيني، وانت اغلى من عشقته، وانت احلى قلب شلته، وانت كل الشوق فيني، يا حياتي ونور عيني، في غيابي تذكريني، صارحيني. ما عرفت النوم دونك، ولا قدرت انسى عيونك، يا هوايا وكل عمري، يا عشق في الدم يسري، ويا شفا جرح الدفين، صارحيني. حتى لو غبتي هجرتي اوعديني اني ابقى لك حبيب، ومن قليبك ما اغيب، ولو يمر بيوم طيفي في خيالك تحضنيني، صارحيني. يا راشد، الموضوع مو بسهل على امك، انت فاجأتها واللي قالته ردت فعل طبيعية. بس يا الوالد، الوالدة كانت رافضة بطريقة غريبة، ما رضت تسمع مني ولا كلمة. زين انك ما ناقشتها، الامور هذه تبغي لها وقت، خلها شوي وعقب نشوف ايش حق رافضة. ما ظني انها تغير رايها، لان في حياتي ما شفتها كذي. ارجع اقول لك خلها شوي، وانا عقب رمسة وبشوف وجهة نظرها. يا ابوي انا احب سناء، ما قلت هالكلام ولا انا صادق بمشاعري. وفي نفس الوقت لازم ما تخالف امك اللي ربتك وتعبت علشانك. تكفى يا ابوي، حاول تقنعها، الوالدة تسمع منك وعمرها ما عصتك. اول خلني اسمع منها يوم بتهدأ، وعقب يصير خير ان شاء الله. يا سلام يا سلام، شو هالكلام الروعة، عاشق متيم وغرقان في الرومانسية. ناصر هذا كله بحمد. حمد 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 ما غيره؟ شو اللي جابه هون؟ ما أدري، بس أنا متأكدة من هذا الكلام. شو اللي خلاك متأكدة هيك؟ أسلوبه، صوره الشعرية، نفسه، جمله، مصطلحاته، أنا كأني قاعدة أسمع وداني مو أقرأ. بس أنا متأكدة من هذا الكلام. يعني انت شاك انه هو بعت الرساله هاي؟ ما ادري هو لما اعطنها احد، بس هذا كلام انا متاكده. الا ابى اسالك سؤال. تفضل. لا تكون انت اللي مطرشينها. لا لا لا، انا شو دخلني، لا شاعر ولا بعرف الشعر كله. انا بعد عندي احساس انه مو بنت، انا متاكده انه حمد. يعني كلماته في الشعر صارحيني، في غيابك تذكريني على ما أعتقد. تعرف يا مهرة، هاي الحقيقة، أنت جاوبت على سؤال بيز. يعني كلماته في الشعر صارحيني، في غيابي تذكريني، هذا الكلام خلاك تجاوب على إشي أو على سؤال في نفسك. أنا متأكدة من هذا الكلام حمد، متأكدة يا ناصر. يمكن لأنه هذا إحساسي. وهي وصلنا، فينا نحكي؟ تفضلي. راشد، أنا بدي أفهم شو اللي عم بيصير. حياتي ترى قلت لك ما في شيء، ليش مصرنا في شيء؟ انت مانك شايف حالك كيف مكركب ومالك على بعضك؟ كل هاد وبتقلي مصممه؟ حبيبي قلت لك الموضوع ما فيه
شوي مضغوط في الشغل. وطبعا هلا انا المفروض اسكت وصدق مو؟ انا في يوم من الايام كذبت عليك. طيب وانا؟ انت شو؟ ولا شيء. سهلا. أهلين مرحبا. سد اليوم على بالي جيتنا بضاعة جديدة وقلت لازم تشوفيها حلوة كتير. بس ما يكون اللي اخترت لك أول مرة الماضية ما عجبوكي؟ لا بالعكس وايد عجبوني، على هالأساس أنا رجعت المحل ثاني مرة. يا سلام. طب شو رأيك نشوف البضاعة الجديدة رح تعجبك كتير. تفضلي. صارحيني في غيابي تذكريني، وفي بعادي تعذريني، لو بكيتك تسمعيني، صارحيني يا حياتي ونور عيني، في غيابي تذكريني، صارحيني. حتى لو انك نسيتي اكذبي قولي يخدعيني، بس قولي لي احبك. وانت دنياي وسنيني، وانت احلامي وحنيني، وانت اغلى من عشقته، وانت احلى قلب شلته، وانت كل الشوق فيني، يا حياتي ونور عيني، في غيابي تذكريني، صارحيني. ما عرفت النوم دونك، ولا قدرت انسى عيونك، يا هوايا وكل عمري. حبيبتي أشوفك اليوم ما سألتي عني ولا لك أي حس. أمي وين بروح إذا ما لقيتيني؟ فأكيد هني مع الفرشة مالتي واللوح. صدفة واللقى صدفة، عيني تلتقي بعينك، قلبي يسألك وينك 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 وينك. يا خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، يا خوفي وحنينك، ما أجمل سنينك، ضاعت كأنها طرفة صدفة، يا حلوها صدفة صدفة. وكني مع ذاك الوصل موعد، كني الشتاء من زود الوله ما يشتهي برد صدفة. وكني مع ذاك الوصل موعد، كني الشتاء من زود الوله ما يشتهي برد. والمطر ويا الغدير صارت غيوم برد، وانا بوسط العاصفة والصدفة صارت عاطفة. يا خوفي وحنينك، ما اجمل سنينك، يا خوفي وحنينك، ما اجمل سنينك، ضاعت كأنها طرفة صدفة، يا حلوها صدفة.
الأطفال صدفة ويا حلوة صدفة اغرف من احساسي دفا تلقى بأعماقي وفا ما ينطفى لو جارت الدنيا شتا وآه يا عمري حسافة يا بعد المسافة ننتظر في زاوية غرفة ومات الأمل في موعده شرفة يا خوفي وحنينك ما أجمل سنينك يا خوفي أجمل سنينك ضاعت كأنها طرفة صدفة ويا حلوها صدفة